هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة منح سموه وسام الاستحقاق ذا النجمة الذهبية الكبرى من الطبقة الأولى، وذلك من قبل عائلة هابسبرغ ومجلس مدينة هولبيرن النمساوية لدور سموه البارز في مجال العمل الإنساني لدعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم تجاه ترسيخ دعائم السلام العالمية. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن منح سمو رئيس الوزراء الموقر لهذا الوسام العالي المستوى يؤكد مجددا الدور المحوري الذي يقوم به سموه في تعزيز الأعمال الخيرية والأمن والسلام في المجتمع العالمي، وتقديرا لإنجازات سموه التي تتم من دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الجنسية أو العرق أو المعتقد الفكري، كما أنه يأتي استمرارا لسلسلة الجوائز التي تم منحها لسموه كتقدير من المجتمع الدولي لجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في مختلف المجالات، ولا سيما في حماية المجتمعات وتعزيز الأنشطة الخيرية والإنسانية والسلام. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في دعم مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعيين ومبادئ العدالة والإنصاف والمساواة، وحرص سموه في جميع المحافل على دعوة المجتمع الدولي إلى بذل جهود مضاعفة لإرساء السلام والتعايش عبر تبني آليات تنهي الأزمات بما يمكن الشعوب من المضي قدما في مشروعات التنمية المستدامة، مضيفا أن الوسام يمثل ترجمة واقعية لجهود سموه على صعيد دعم السلام وانتهاج سموه لسياسات ورؤى التعايش السلمي للأقليات الدينية والعرقية في المملكة.